كوكين. أسواق كركوك تشهد توافد المواطنين بشكل لافت كعادتها مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لشراء مستلزماتهم وتلبية احتياجات العيد وسط أجواء آمنة تنعم بها مدينة كركوك. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الزميل يشار خالد. تشهد أسواق كركوك إقبالا واسعا من قبل العوائل لغرض التبضع استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك في ظل أجواء مفعمة بالأمان والسلام. استقبال العيد ما شاء الله الجو منور وكركوك ما شاء الله الوضع مالته أوكي، وصراحة كشغل الملابس احنا استوردنا موديلات جديدة واستقبالا للعيد والعيد الأضحى المبارك إن شاء الله. آراء المواطنين تباينت مع أصحاب المحل حول أسعار المواد المباعة وخاصة الملابس الجاهزة منها، إلا أن الجميع أجمع بأن كركوك اليوم تعيش بأبى حالاتها الخدمية والعمرانية والأمنية والتعايش الأخوي من بين باقي المحافظات الأخرى. الأسعار هي تبدي يعني من 35، يعني أشياء المناسبة والحلوة يعني اللي تلبس من 35 تبدي الأسعار، يعني طبعا وأصحاب المحلات همين يستغلون هاي فرصة العيد وفرصة العيد الأضحى المبارك أكيد يعني يغلون الأسعار. حركة الناس للعيد شكل مو طبيعي، والناس هم جابت بضاعة للمحلات ربيعي على صيفي على شوي، نزلوا الأسعار تخفيضات على مدير الأمور، والناس هسه الحمد لله والشكر سحب، ناس جاية ورايحة وموجودين احنا لل 11 ل 11:30 بطريق بغداد. شغلات حلوة بالسوق يعني وحركة حيل زينة وأسعار يعني هم مالمة والناس يعني حيل يعني متواجدين بكثرة والحمد لله أمان والناس تبقى يعني فترة طويلة موجودة. كركوك مدينة السلام والتأخي وتلاحم قومياتها وأطيافها تضيف للأعياد نكهة الجمال والمحبة والألفة لتنعم كركوك فرحة العيد وفرحة السلام والأمان. يشار خالد، فضائية كركوك.